السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم إن شاء الله تكون واحد الجولة جديدة في مدينة بركان، وبالضبط راني في كورنيش الرياضات. هذا الكورنيش الذي يعتبر منتزه مفتوح في مدينة بركان، اللي جاي على الطرف ديال واد الشراعة. المهم ندير بكم واحد الجولة هنا، تشوفوا معنا الأجواء الجميلة المشمسة اللي كاينة في مدينة بركان. في الوقت هذا تعرفوا على بعض الأماكن اللي كاينة في مدينة بركان، واللي الناس تقدر تجيب العائلة ديالها، يجيبوا الأطفال باش أنهم يفوتوا واحد العشية زينة هنا. إذا الناس اللي تشاهدنا لأول مرة أدعوكم للاشتراك بالقناة، بارطاجوا هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، وخليونا نبداو الجولة ديالنا لهذا اليوم. يلا هو معنا. معايا هذا المنظر الجميل في مدينة بركان اللي هو كورنيش الرياضات. هذا الكورنيش الجديد الذي يعتبر إضافة في مدينة بركان، اللي جاي على الطرف ديال واد الشراعة، وهذا هو السور ديال الباكورة، يعني الظهر ديالو. يا الخوت، هذه البلاصة كيجيوها الناس، يجيو لها الأطفال باش يلعبوا. واو واد الشراعة، شوفوا تبارك الله بعد التساقطات المطرية الأخيرة، يعني راه بدات تخضر شوية الدعوة. هاي الخوت شوفوا معايا، راه الناس راهم يجيو ها هو راه يجي يسرح هنا. ولهي ها راه كاين واحد البركه ديال الماء، نتمنى ان تكون التنقيه ديالها، لان كيجيوها بزاف ديال الطيور المهاجره في ديك البلاصه كيجيو. يعني واحد المنتزه طبيعي مفتوح اللي خص العنايه به ضروري خصها تكون. ها هو الخوت، هذا هو المنتزه المفتوح في مدينه بركان اللي هو كورنيش الرياضات. I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. 'Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles.
اذا راني هنا بالضبط في الظهر ديال الباكوره، هذا هو السوق ديال الباكوره. هنا راه كانوا شي بلايص كانوا تهدموا بعض البنايات، شوفوا معايا الجو تبارك الله كي داير على الطرف ديال واد شراعه. تقريبا هاد البلاصه كتكون خاويه شويه، يعني هنا القدام ديال هاد الكورنيش ديال واد شراعه او كورنيش الرياضات كما تم تسميته. اذا هنا هاد البلاصه تكون تقريبا خاويه، يعني البلاصه اللي عامره اكثر هي من تهود لتحت تتقرب لديك الحديقه ديال اللقالق. المهم بغيت تشوفوا معايا هنا الواد ديال شراعه كي داير، شوف تبارك الله واحد الخضوريه هنا رائعه، يا سلام مع هاد الشمس ومع هاد الامطار الاخيره اللي كانت. والهيه راه كاينه واحد الطريق اخرى نورمالمون راكو عارفينها اللي حتى هي دارت جديده وكنا درنا فيها واحد الزياره هذه مده. اذا هذيك كتفوت يعني غير برا برا حتى كتوصلك لديك الجهه ديال واولوت وبزاف ديال المناطق اللي كاينين في مدينه بركان وتخرجك حتى لطريق زكزل. ها يا الخوت هذا هو كورنيش الرياضات، بلاصه الصراحه مناسبه للمشي التنزه وايضا لممارسه الرياضه، الناس اللي تبغي تجري ولا تجي هنا بالبسكليت ولا الصراحه بلاصه نقيه. وكيجيو ايضا العائلات هنا يجيبوا الاطفال ديالهم يلعبوا. كاين هنا الغازون في هذه البلاصه، هنا راه دايرين الغازون يعني كامل حتى القنت ديالو. وهنا كاين هذا الممر يعني ما كيفوتش منه تقريبا لا دراجات ناريه لا والو، يعني الناس ما تخافش على الاطفال ديالها يلعبوا هنا بالكره ولا باي حاجه. المهم وهنايا شوفوا معايا هذه البلاصه راهم هدموها، ولاحظت انهم كيجيو يجمعوا داك الشيء داك الحديد، وراكو عارفين الناس محتاجه تجي.
نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الجوله اللي درناها في كورنيش الرياضات اللي جاي بالطرف على وادي الشراعه. يعني على الطرف ديال وادي الشراعه كاين واحد الممر طويل وايضا فيه الغازون، فيه يعني واحد المساحه اللي الناس تقدر تجيب الاطفال ديالها يلعبوا هنا، وايضا الناس اللي باغيه تمشى ولا دير رياضه ولا تجيب البيسكليت ولا الجرى. مكان رائع لممارسه الرياضه، واعتبرت واحد المنتزة مفتوح لان كيطل على الواد ديال الشراعه والجبال اللي كاينه بالطرف ديالو، وايضا بلاصه يعني نقيه في مدينه بركان. اذا نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا. الناس اللي تشاهدنا لاول مره ادعوكم للاشتراك بالقناه، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وطبعا الى عندكم شي اقتراحات جديده لفيديوهات مقبله نزلوا تحت كتبوها لي في لي كومونتير، وغادي نحاول ان شاء الله نديرها في الفيديوهات المقبله. الى اللقاء.